مباراة النهاردة بإذن الله الساعة 8 مش 7، بنأكد لحضراتكم الساعة 8 مش 7. المواقع كلها كاتبة إن المباراة النهاردة الساعة 7، يعني الساعة 8 بإذن الله هيخوض الأهلي مباراة مهمة جدا أمام سان جورج الإثيوبي، ده طبعا في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا. هنتكلم عن كل التفاصيل وعن الاستعدادات، بس خليني أقول لحضراتكم برضو سان جورج تأسس عام 1935 وهو مفروض من أقوى الفرق الإثيوبية. هل ده هيبقى ليه إضافة؟ هل ده هيبقى فيه نوع من القلق أمام النادي الأهلي؟ إحنا ما بيفرقش معانا المنافس لنا او بندي كافه الاحترام لكل المنافسين، لكن في الاول وفي الاخر احنا بنبقى داخلين المباراه باستعداداتنا وبفنياتنا وغيره، فان شاء الله ما يكونش في اي يعني قلق في المباراه، وكمان يتم حسم المباراه من الدقائق الاولى لان ده بيفرق جدا مع جماهير النادي الاهلي. خلينا نتكلم في التفاصيل دي كلها. رحب استاذ احمد غنيم طبعا الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا نهاون. صباح الخير عليك. صباح الفل ومنور الدنيا كالعاده، وبنسعد بوجودك معانا، وعايزين نبتدي كلامنا معاك بقى قبل ما نتكلم عن ماتش النهارده. خلي كلامنا يبقى انطلاقا من اللي شفناه في ماتش الاهلي والمصري والمكاسب اللي اتحققت يعني في رايك، بعيدا كمان عن النتيجه الكبيره الرباعيه النظيفه، لكن انا بكلمك على المكاسب المعنويه اللي احنا كجمهور اكتسبناها بعد ما تابعنا هذه المباراه. بالتاكيد مكاسب كثيره جدا. الاهلي يعني استعاد سريعا توازنه بعد طبعا الخساره غير المتوقعه ضد الاتحاد الجزائر في كاس السوبر الافريقي، واعتقد هي كانت درس مهم الحقيقه، وكان درس في توقيت مهم للعيبه والجميع حتى داخل منظومه كره القدم في النادي الاهلي. لكن مباراه المصري المباراه حقيقه رضا سليم شهاده ميلاده، مش بس عشان سجل الهدف لكن طريقه لعبه حقيقه مكسب كبير جدا. امام عاشور طبعا يعني قدم ايضا مستويات قويه، بيرسي تاو سجل هدفين بيواصل تألقه اللي كان موجود عليه في الموسم الماضي. الحقيقه النادي الاهلي كان مكاسب كبيره جدا ليه، وان شاء الله يقدر يعني يكمل او يعني يواصل ده كمان في مباراه سان جورج اليوم في افتتاح مشواره في الدفاع عن لقب دوري ابطال افريقيا. سان جورج كفريق يعني اكيد فروقات شاسعه، وممكن اقول فروقات كونيه كمان يعني انجاز للتعبير بينه وبين النادي الاهلي في حاجات كتير جدا. ان سان جورج اقصى انجاز ليه في دوري ابطال افريقيا هو الوصول لدور المجموعات مره واحده فقط في تاريخه، كان نسخه عام 2017، اكتر من ذلك ما عملش اي انجاز اخر. المفاجات ما لكش غير من فرق مشابهه بالظبط بعض الاحيان، واكيد لا نتمنى هذا الامر. بالظبط، وبالتاكيد كما حدث في مباراه اتحاد الجزائر، يعني الفروقات كبيره جدا بين الاهلي واتحاد الجزائر، لكن للاسف الشديد يعني لم يكن التوفيق حليف الاهلي في مباراه اتحاد الجزائر، لكن اعتقد ان الدرس كان مهم جدا للاعيبه النادي الاهلي، واعتقد انهم قادرين على حسم الامور وحسم التاهل نظريا وعمليا ان شاء الله من مباراه اليوم باذن الله الى دور المجموعات. طيب هل انا هتكلم دلوقتي فنيا بقى، يعني طبعا في فوارق وكل حاجه، بس انا عايز ادرس، عايز افهم برضو المنافس بتاعي النهارده بغض النظر عن يعني امكانياته الفنيه اللي هي فيها فوارق كبيره، ايجابياته ايه، سلبياته ايه؟ برضو يا احمد مين ابرز اللعيبه عنده؟ خلينا نعرف منك. بص سان جورج كفريق يعني فريق يعني على المستوى الافريقي طبعا كما ذكرت تاريخه ضعيف جدا، هو قوي في اثيوبيا هو البطل التاريخي الاثيوبيا. البطل التاريخي الدوري الاثيوبي بضعتين مره، يمكن المركز الثاني حوالي فريق كبير حوالي اكثر من 16 او 17 لقب، فريق كبير ده بينافس نفسه يعني بينافس نفسه يعني زي الاهلي هنا يعني حلوه يعني ما هو النقطه واقع يا جماعه التاريخ يعني الاهلي 42 لقب، المنافس حوالي 12 لقب. الحاجات دي بتتنزل يا ابو حميد، الحاجات دي بتتنزل. لا ده تاريخ والله كريم، حتى في دوري ابطال افريقيا احنا بنتكلم اقرب فريق. بس الواحد الى اي درجه وهو داخل بطوله ما يقدر يعول على التاريخ ده؟ لا التاريخ طبعا يعني ما في يعني التاريخ اكيد مش كل حاجه في كره القدم، لكن بالتاكيد الارث ده امر مهم جدا. يعني في بعض الفرق حاليا موجوده في حتى في الدوري المصري عندها نجوم واسماء كبيره جدا، لكن الارث والظهير الجماهيري عندها لانه مش موجود حتى الان مش عارف تاخد اي بطوله في مسيرتها، وبالتالي موضوع الارث الجماهيري او الارث او والظهير الجماهيري ده امر مهم جدا. الاهلي طبعا جميل ما شاء الله سواء على مستوى مصر او على مستوى الوطن العربي وافريقيا، فلا يعني الفروق كبيره جدا. فما اعتقدش ان شاء الله، واعتقد ان كما اعيد واكرر للمره الثالثه، درس اتحاد العاصمه يا كريم كان درس مهم جدا، فاعتقد لا تهاون رغم الفروقات الكبيره جدا، لكن لا اعتقد لا تهاون على الاطلاق مع سان جورج في مباراه اليوم. انا بشوفها كده بصراحه، يعني عارف انت لما يجي حاجه كده انت ماشي في طريقك عادي وماشي بنجاح، بس ممكن يكون عندك معنويات زياده عن اللزوم وعندك ثقه في نفسك زياده عن اللزوم، فبتيجي حاجه تفوقك فده بيخليك تكمل هي المشوار بنجاح. عن اللزوم دي اعتقد ان هوند هي اللي لعبت دور سلبي ضد الاتحاد الجزائري، يعني خلينا نبقى صراحه للاسف بالزبط. شفناها، لان مش دي اللعيبه بتاعتنا، ما كانتش بالزبط. الافضل يعني في افضل شكل ابدا، يعني كان ممكن يقدموا احسن بكتير. وبرده ان هوند نقطه سريعه اشاره اليها، يعني مش معقوله
ان يعني مارسيل كولر بكل هذه النجاحات مع اول خساره اول لقب يخسره مع النادي الاهلي على طول هجوم وعلى طول بعض ما الناس. ما هجوم من مين؟ ما هي دي النقطه. انا لما باجي اسمع هجوم انا مين اللي بيهاجمني؟ الجماهير بتاعتي، الجماهير بتاعتي بتزعل لكن ما بتهاجمش، مين اللي بيهاجم؟ يعني وانا ادور على مين اللي بيقول. يعني في البعض دون ذكر اسماء يعني على طول دائم الهجوم على مارسيل كولر وبيتهموه. لا دول دول بيهاجموا اي حد. على فكره انا عارفه قصدك على مين، بس دول بيهاجموا اي حد. ما هي القصه في كده، قصه ان انت دايما لما بتلاقي كيان ناجح انا عشان اوصل له مش عارف، فانا لازم اقعد اهده بطريقه الكلام ده. شفنا الاشاعات اللي بتحصل، اتكلمنا عنها كل موسم، كل بدايه موسم لازم يطلع بعض الاقاويل الحاجات اللي زي كده. في اشاعات كمان يعني طلعت كانت في توقيت غريب، انا في توقيت صدور اشاعات المتعلقه بمستقبل مارسيل كولر انه وصل له عرضين من الهلال او من الشباب، اعتقد دي برضو التوقيت وقبل المباراه بصرف النظر الفرق الكبير بين الاهلي وسان جورج، لكن توقيت وان مصدر صرح ومصدر قال يعني خد الحصري وكده يعني. فانا يعني اعتقد يعني ممكن يكون في اكيد مارسيل كولر في وجهه نظر الاهلي بوابه نجاح اي مدرب. صحيح. اخرهم كان موسيماني، يعني موسيماني فتح له باب في الخليج مع اهلي جده الموسم الماضي، وحاليا الموسم ده مع الوحده الاماراتي بفضل نجاحاته مع الاهلي. فالاهلي بالتاكيد بيفتح باب كبير جدا للمدربين، ممكن يكون وصل عروض، بس بالفعل لكن لا اعتقد ان مارسيل كولر يضحي بالاستقرار الفني والنفسي وامور كتيره جدا حتى لو كانت مباريات كبيره. احنا مش بنقول لا اعتقد، ده نفي كتام بالظبط يعني. فانا يعني صعب جدا هو يفكر التفكير ده، واعتقد ان هو ان شاء الله مستمر مع الاهلي الموسم ده باذن الله. يكونش ده توجه عندنا احنا يعني بشكل عام، فكره ان احنا نتعامل مع اي شخص مسؤول بالقطعه، يعني في حال نجاحه في مباراه من المباريات بنشيله على كتافنا اسم الله عليه اسم الله عليه. نفس الشخص لما بيخفق في اي مباراه من المباريات بنشكك في جدوى وجوده اصلا، ومين اللي جابه بنبتدي ندور، ومين اللي جاب الراجل ده هنا. فاحنا طبيعتنا غريبه ولا ايوه صح كريم. في مصر بالذات للاسف الشديد الحساب بالقطعه، بدليل ان كل سنه يا كريم تغييرات المدربين يعني عدد غير مسبوقه غير في العالم، غير مسبوق كل موسم يعني. صح. مفيش اي بروجكت ومفيش اي رؤيه يعني انا اعتقد يعني بدليل مثلا ان مارسيل كولر لما حصل تعثرات بعد الشيء مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، والخساره بخماسيه من سان داونز، والخساره قبل كده من الهلال السوداني، فضلت السبورت موجود من الاداره. صح. للفريق وللجهاز الفني، والحمد لله النتائج كانت واضحه في نهايه الموسم يعني. فانا اعتقد ان يعني دي للاسف افه موجوده عند البعض، مش طبعا مش عايز اعمم، لكن موجوده عند البعض تحديدا في الكره المصريه. نتمنى تلاقي فيها في المستقبل ونشوف الناس، لان الدنيا من حوالينا مش هقول بقى اوروبا والدوريات الخمسه الكبرى، الدنيا من حوالينا في المنطقه العربيه بتنطلق بسرعه الصاروخ. انا اتفق معاك. وبما ان احنا بنتكلم على المدربين، كان معانا خبر انا وكريم برضو في الانترو بنتكلم عن الرؤيه المختلفه في اوروبا حاليا والتوجه نحو الكفاءه حتى لو كان السن صغير. شفنا ده في برشلونه، شفنا ده في ارسنال دلوقتي مع المنتخب الالماني، ولسه الموضوع هيعمم بشكل كبير. وشفنا ده حتى في المغرب مع وليد الركراكي، يعني في امثله ونماذج زي دي كتيره جدا. فهل ده ممكن برضو يتم تصديره الى حد ما في المنطقه العربيه عندنا وفي مصر؟ اتمنى ذلك يعني. الحقيقه يعني تحديدا جوليان ناجلزمان، احنا بنتكلم مدرب عنده 36 سنه، مدرب عنده رؤيه، وظلم الحقيقه اقالته من بايرن ميونخ كان قرار خاطئ وكارثي، وده كلف حتى الاداره الناس اللي اقالوه، وبعد كده تم الاطاحه بيه معقب نهايه الموسم الماضي. كما ذكرت وليد الركراكي بعد التالق الكبير جدا مع الوداد وتحقيق لقب دوري الابطال، الاتحاد المغربي لكره القدم شاف ان وحيد خليلوزيتش ممكن يعني يكون نتائج كارثيه مع منتخب المغرب في كاس العالم، تم استعمال وليد الركراكي وشفنا نتائج تاريخيه في كاس العالم. فنماذج كتيره، مايكل ارتيتا، يعني اسماء كتيره جدا. لا جوارديولا نفسه، يعني بيب جوارديولا نفسه واحد من اعظم المدربين في تاريخ كره القدم. بدايته كان سنه 2008، كان في الفريق الرديف برشلونه، تم تصعيده وكان رهاي من يوهان كرويف، كان منافسه بينه وبين جوزيه مورينيو، لكن تم الاستقرار على جوارديولا. شفنا بعد كده واحد من اعظم المدربين فعلا في تاريخ كره القدم. فنتمنى ان ده ينتقل للمنطقه العربيه وطبعا خاصه مصر باذن الله. هو عموما يعني الكفتين انجاز التعبير كل كفه فيها مميزات، يعني فكره وجود مدير فني شاب في عنفوان شباب وبالروح الشبابيه وبكل تفاصيل ومفردات الشباب مطلوبه وحلوه، وفي نفس الوقت برضو وجود مدير فني عجوز ذئب نميس برضو مش وحش، لان هو بيديك خلاصه تجاربه الحياتيه والمهنيه اللي اكتسب من خلالها شهره واسعه عبر سنين طويله. فأني الافيد في حال المنتخبات تحديدا؟ المنتخبات اعتقد السن الكبير، يمكن المانيا تحديدا هتبقى تجربه فريده والكل هيبقى منتظره، خاصه ان كاس اوروبا يورو 2024 هتقام في المانيا، وعشان كده تم التغيير بشكل مبكر والاقطاع بانز فليك بعد النتائج الكارثيه واخرها طبعا الهزيمه التاريخيه ضد اليابان 1-4. انا اعتقد ان يعني مع المنتخبات ممكن يبقى السن الكبير، لكن مع الانديه وطبعا ده راي مبدئي يعني منتظرين نشوف تجربه ناجلزمان هتبقى عامله ازاي، لكن مع الانديه انا بفضل سن الشباب. يعني منتخب مصر لينا برضو يعني مرجعيه في النقطه اللي بكلمك فيها، يعني فتره كان مثلا كابتن
حسن شحاته هو اللي متولي كابتن محمود الجره الله يرحمه بالظبط. فيعني النجاحات كلها وكل بالمناسبه كانت يعني النجاحات كلها كان مدربين وطنيين باستثناء مايكل سميث سنه 86 كاس افريقيا. الباقي كله كان نجاحات كلها مع مدربين وطنيين. فانا التوجه كله في العالم كله في كره القدم، حتى شايفين في الدوري السعودي معظم الاسماء. يعني مدرب اهلي جده مدرب صغير في السن حوالي 36 او 37 سنه، مدرب الماني. ففي برضه في بعض التوجه بعض الشيء نحو المدرسه اللي هو يبقى فيه السن الصغير يبقى فيه طموح وشباب وامور كتير جدا. فاعتقد ده التوجه فيه مخصص، لان كان المنتخبات انا بفضل السن الكبير، خاصه كمان المدرب الصغير في السن بيبقى حابب اكتر تجربه الانديه لانه بيلعب كل 3 4 ايام، لكن المنتخبات بقى كل شهر كل شهرين ممكن توصل 6 اشهر ما بتلعبش. فهي ممكن اعتقد عشان كده بقول لك ان السن الكبير يكون المنتخبات بشكل اكبر. وده بيطبق على الناشئين برضو، يعني ناشئين برضو في الانديه المختلفه بياخدوا سن مش كبير، فبالتالي ده من باب اولى برضو يحقق على الفريق الاول او الفرقه الاولى. يعني تشابي الونسو دلوقتي مدرب باير ليفركوزن واللي بيقدم بدايه استثنائيه في الدوري الالماني وبينافس بايرن ميونخ حتى الان مع شتوتجارت وبروسيا دورتموند، الحقيقه برضو بدا في بعد ما الاعتزال بدا في قطاعات الناشئين وفي سن صغيره. ستيفن جيرارد دلوقتي مع مدرب الاتفاق بدا برضو في قطاع الناشئين بنادي ليفربول. فلا يعني هو كل التوجه ده، فنتعشى من ده كمان ينتقل ان احنا يعني اكون صريح جدا معاك يا كريم معاك انا هوند، احنا بنقول على المدرب ان هو شاب وطموح وعنده 50 سنه، وده بالنسبه لي امر عليه. بنقول ان الشاب جاي من الناشئين وهو عنده 22 سنه. احنا شايفين امبارح يمين لامال، يمين لامال لاعب برشلونه الشاب عنده 16 سنه وشايفينه بيساهم ازاي في ريمونتادا برشلونه بالامس، عنده 16 سنه واصبح اصغر لاعب في تاريخ منتخب اسبانيا بيشارك اساسي وعنده 16 سنه. فبنتكلم ان الدنيا بتتغير من حولنا، فنتمنى احنا كمان يعني نواكب هذا التطور. يعني طيب تعالى نقف شويه بقى عند الصفقات الجديده في النادي الاهلي واللي كلنا شفنا لهم اداء مرضي جدا جدا جدا، وكلمه مرضي ده حد ادنى للتقييم، وبصفه خاصه بكلمك عن طبعا امام عاشور وعن رضا سليم، وفكره ان في ناس كتير وهي بتتابع المباراه دي ماتش الاهلي والمصري ما حسيناش ولو للحظه ان الناس دول مستجدين على السكواد الاهلاوي، الناس دي كانها بتلعب مع بقيت زملائها بقالها فتره طويله، انت شخصيا حسيت ايه؟ انا اعتقد ذلك، واعتقد ده نتائج فتره او يعني من النتائج الجيده لفتره الاداء اللي تمت في النمسا. اعتقد ان المعسكر اللي اقيم في النمسا حصل انصهار بين الصفقات الجديده، وبرده ان اعتقد الاهلي كان ذكي جدا في الميركاتو اللي فات لانه طعم المراكز هو بس محتاجها. يعني أيوة. امام عاشور بدل حمدي فتحي، رضا سليم محتاج مركز جناح، وطبعا انتوني مودست، ويجب على الناس تصبر كده على انتوني مودست يعني برده عشان نكون واقعيين. اه كان بيلعب في الدوري الالماني لكن هو كان طول فتره الاعداد ما كانش مع فريق، هو جاي فري. وبعدين الدوري الالماني قصه والدوري المصري قصه، بيئه مختلفه تماما، في تغير في الانفايرمنت بشكل كبير. يمكن اللي خلى شويه ناس تتسرع في الحكم عليه فكره ان هم ايه من اولها شافوا رضا سليم وامام عاملين شغل نار، قال لك الله طب مودست بعافيه ليه بالمقارنه، لكن هو الحسبه ما بتبقاش كده. مش كده لسبب يا كريم، لان دول شاركوا في فتره الاعداد من اولها. انتوني مودست جه قبل مباراه اتحاد العاصمه اعتقد ب 72 ساعه تم التعاقد معاه بشكل رسمي، ونصبر عليه ويعني يعني ما يبقاش فيه التوقعات تبقى بالراحه شويه، لانه المهاجم جاي من بيئه مختلفه تماما. وباين على فكره الثقه اللي عنده باين، يعني باين يعني يعني ولو من بعيد بس باين ان ده لعيب مميز لما ينصهر مع السكواد بالكامل. لا هنشوف منه حاجات حلوه اكيد. بص يا كريم، كل ان هو كان بيلعب في الدوري الالماني الفتره اللي فاتت مع انديه وسط، يمكن بروسيا دورتموند هو كان جاي بديل لايرلينج هالاند طبعا، لكن كونه بيلعب في البوندز ليجا واحده من اقوى يعني احد اقوى المسابقات طبعاً على مستوى العالم، فده اكيد اكيد مهاجم عنده بوتنشال وعنده حاجه وعنده 35 سنه. وبرده يعني المقارنات تقول لك هل دي صفقه عالميه او مش عالميه، عشان نكون واقعيين وصراحه مع الساده المشاهدين، الصفقه العالميه الصفقات اللي بتتم في العربيه السعوديه دي باموال باهظه، مفيش نادي في افريقيا كلها يقدر يتحمل الاموال دي. فهو صفقه في وجهه نظري صفقه جيده جدا بالنظر للسي في بتاعه، والاهلي هيستفيد منه ان شاء الله اعتقد بصوره اكبر كمان في كاس العالم الانديه، ان الاهلي هيكون مقبل على مباراه منتظره طبعًا. ومتوقعه حال طبعا تاهل اتحاد جده ضد اوكلاند سيتي، متوقع انه يلعب اتحاد جده. فاعتقد ان شاء الله مودست سنشاهده بصوره اكبر، والانصهار هيتم بصوره اكبر مع تولي مباراه الحته الاوروبي اللي عنده هتعمل شغل وقتها اعتقد ان شاء الله. اقول لكم على حاجه، يعني معلش ما بما ان احنا ذكرنا الدوري السعودي، ما هو رونالدو اول ما راح حقق حاجه اول 3 4 ماتشات. يعني انا ماليش دعوه ان انا بقارن رونالدو بمودست، بس احنا بنقارن الفكره لاعب جاي من بيئه تانية خالص، حاجه جديده، لعيبه جديده، كل حاجه جديده، جماهير لسه جديده، فطبيعي ان هو لازم ياخد اول 4 5 ماتشات. فده رونالدو
يعني واحد من اعظم طبيعي يعني. كويس انت هوند ذكرتي نموذج كريستيانو رونالدو، ده فعلا رونالدو اول اربع خمس ماتشات ما كانش بيسجل، ما كانش موجود تقريبا، ما كانش موجود يعني. فعلا خلاص لغايه لما بدا الانصهار والاندماج في المجتمع، هو حتى دلوقتي شفناه يعني مؤخرا، لا هو دلوقتي بقى سعودي بقى يعني، سعودي اه شفناه يعني بالبشت بالبشت السعودي هو والنجوم ونيمار ونيمار برده من امبارح شفناه يعني شفنا خلاص طبعا عشان محتفلين بالبطوله عجبني شكلهم قوي بالظبط. فده بالمناسبه هوند ده من ضمن الاسباب الدعايه للرؤيه السعوديه 2030 ضمن المشاهد دي ده موجوده في العقد. مين كان يصدق والله بجد بالظبط، فدي طبعا ده ماركتنج وقصه كبيره جدا. نتمنى احنا اكيد بحلم ان احنا نشوف نجوم عالميين في الدوري المصري، لكن عشان نكون واقعيين انا شايف ان مودة صفقه جيده جدا وصفقه كانت غير متوقعه الاهلي يجيب مهاجم من الدوري الالماني، اه كان فري وما كانش متعاقد مع النادي، لكن يجيب مهاجم من الدوري الالماني انا شايفها اضافه ان شاء الله للكره المصريه باذن الله، ونصبر عليه لانه اللاعب ده ما خدش فتره اعداد، كان بيتدرب كده يعني صحيح. يعني طيب. مع نفسه يعني. خلينا بقى نرجع مره ثانيه لضربه البدايه الافريقيه النهارده ان شاء الله للنادي الاهلي مع المنافس الاثيوبي، وكنا بنتكلم في مقدمه حلقتنا النهارده بنتكلم على فكره كره القدم في اثيوبيا وواصله لفين وحاجات زي كده. رؤيتك وتوقعاتك لماتش النهارده في ضوء اللي انت عارفه عن النادي الاهلي بالسكواد الحالي وفي ضوء اللي انت عارفه عن الفريق المنافس بوضعه الراهن. بص يعني طبعا احنا ليا ذكريات يعني غير جيده مع الكره الاثيوبيه السنه اللي فاتت لما اتغلبنا 2-0 في نتيجه كانت يعني منتخب مصر يعني كانت غير متوقعه على الاطلاق ايا كان السكواد اللي كان بيلعب يعني ما حدث كان غير مقبول على الاطلاق، احنا يعني ايا كان السكواد ما حدث غير مقبول، ولكن الفروق كبيره جدا يا كريم. انا اعتقد الاهلي هينزل بشراسه من اول دقيقه يحاول يسجل هدف او هدفين في اول نص ساعه عشان يجهد يعني خالص على الفريق الاثيوبي عنده اي طموح انه ممكن يمد المباراه انه لا يستبعد. مع الجزء اللي انت كنت بتقوليه في اول الحلقه فكره ان احنا ما نستناش للشوط الثاني، لا طبعا هيبقى خطر جدا الاهلي لو لا قدر الله ما سجلش في الشوط الاول هيبقى خطر جدا، ورغم هيصعب المباراه على نفسه، وانا ان شاء الله باذن الاهلي في اول نص ساعه يسجل هدف هدفين ثلاثه يعني ليه لا، احنا شفنا امبارح بايرن ميونخ بيكسب 7-0 وهاري كين بيسجل هاتريك حاسس ان الفريق قدامه خلاص قدر يلتهمه فبيجهز عليه وبيزود حصيله الاهداف، فليه لا الاهلي ما يسجلش 7 و8 و9 امام فريق التاريخ يعني بالظبط، لان الفرق كبير جدا يا كريم، الفرق شاسع جدا يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر ان شاء الله انه يحقق كمان سكور، ليه لا يعني مش بس 2-3-0 لا يبقى في سكور كمان باذن الله، اتمنى ذلك، لكن في نفس الوقت حذاري من اي تهاون واعتقد ان الدرس عيد من المره الخامسه، الدرس كان درس قطر كان مهم وكان درس قاسي جدا. هل انا ممكن اقول ان التحديات على النادي الاهلي افريقيا ممكن تكون اسهل من الدوري محليا، ولا انت شايف ان كل المسابقات او البطولات ممكن تكون في نفس الخطوره او الصعوبه؟ لان في بعض الناس قالت لك انا اشوف ان الموسم ده من الدوري المصري هيكون في تنافسيه وقوه اكتر الى حد ما او تحديات اكبر. عشان اكون واضح وصريح جدا معاك انا هوند، لا يعني انا لا بصراحه ما تتفقش يعني مع ده، لا مش شايف ان بص الناس كلها بتتكلم بصراحه شديده جدا ان بيراميدز طبعا نظرا لظروف الزمالك ومشاكله، لكن الناس كلها بتتكلم عن ان بيراميدز تحديدا هو هيكون منافس، بيراميدز ما دام مش عنده ظهير جماهيري هيواجه مشكله، في عنده مشكله ما عندوش ظهير جماهيري، ما عندوش احنا عارفين ما عندوش، فهو اعتقد دي هتفضل مشكله ملازماه فيما يخص حلم تحقيق بطوله. المقاولون العرب كان استثناء في الثمانينات للقاعده، لكن القاعده ان اي نادي بيحقق بطولات لازم يكون عنده ظهير جماهيري ودي بيفتقدها بيراميدز، فانا اتوقع انت عندك جزء كبير من الانديه الشعبيه اللي ليها جماهير بالالاف يعني ما يعلم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج يعني باستثناء النادي الاهلي فقط كل الانديه الشعبيه في الدوري المصري بلا استثناء باستثناء الاهلي واللي بيصارع على الهبوط واللي هبط فعلا واللي هبط وحتى الانديه شفت الاسماعيلي ضد ماتش الاسماعيلي ضد الزد يعني مش ممكن، هل ده النادي الاسماعيلي اخشى ما اخشاه ان يعني يواجه مصير النادي الاهلي السعودي حينما هبط في يعني ظرف تاريخي في الموسم قبل الماضي يعني الوضع بالشكل ده ان الاسماعيلي كمان ممنوع من القيد زيه زي حال الزمالك فنتعشى من ده، لكن الاهلي انا اعتقد التحدي الاكبر نهوان ده هيكون الاهلي في عنده بطولتين في افريقيا، الدوري الافريقي ان شاء الله اللي هيبدا خلاص في شهر اكتوبر ودوري ابطال افريقيا عنده تحديين مهمين جدا، عنده التحدي التالت كاس عالم الانديه ولهذا السبب تم التعاقد مع رضا سليم وبدرجه اعلى مع انتوني مودست لانه محتاج اسماء ثقيله تقاوي السكواد خاصه كمان ان هيبقى رزنامه المباريات مضغوطه بشكل كبير جدا، ونتمنى الدوري يخلص في يوليو لان كنت اشك في ده يعني لكن اتمنى ان الدوري يخلص في يوليو ان شاء الله، لكن رزنامه المباريات مضغوطه بشكل كبير جدا والاهلي انا اعتقد على المستوى الافريقي هيبقى عنده تحديات اكبر خاصه على صعيد بطوله الدوري الافريقي اول نسخه ليها، واكيد بالتاكيد الاهلي يريد ان يكون يسجل اسمه باحرف من ذهب في التاريخ يكون اول فريق يحقق لقب هذه البطوله. ما هو ده ممكن يخلي الاهتمام يبقى اكبر بافريقيا وبالتالي يحقق اللي اتقال في بعض المواقع ان الدوري ممكن يكون هو اللي عليه اكتر قلق الى حد ما للفوز بيه برضو تحقيق البطوله فيه. انا اعتقد ان الاهلي بالتدعيمات اللي تمت في المراكز اللي كان بيحتاجها
واعتقد ان كولر مثل ما فعل الموسم الماضي سيقوم بعمليه الروتيشن. الاهلي قادر باذن الله انه يعني مع الروتيشن انه يفصل بين كل البطولات دي. مفيش فريق بيحقق كل بطوله، ممكن بطوله تقع في النص برضه عشان اكون واضح وصريح مع السنه. خلاص وقعت بقى بطوله مش عايزين يعني تاني. ان شاء الله مفيش تاني باذن الله، ولكن لو حصل برضه الجمهور يكون يعني هادي جدا، على لان الفن الفريق ده واللعيبه دي فرحوا الجميع بشكل كبير جدا في الموسم الماضي. فنتعشم ان شاء الله في نفس الوقت ما يبقاش في ضغوط كبيره، خاصه في بطوله كاس العالم للانديه كده. كاس العالم للانديه هيبقى الوضع مختلف جدا، عندنا اول مباراه متوقع تكون ضد الاتحاد الا لو اوكلاند سيتي عامل معجزه، وده اعتقد صعب جدا. ضد الاتحاد في ارضه وسط جماهيره المباراه هتكون صعبه جدا. ايا كانت النتيجه احنا بنلعب فريق بالمناسبه مش الاتحاد بتاع زمان، لا ده الاتحاد مطعم باسماء عالميه، كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، جوتا، اسماء تقيله جدا، رومارينيو من الفريق اللي هو كان السابق، معرفش احمد حجازي صعب جدا انه يلحق اعتقد بعد. قال لك دي اصعب مباراه اصلا قبل ما مان سيتي، يعني هي ده ومان سيتي اصعب مباراه. انا اعتقد لسه نشوف بقى بطل كوبا ليبرتادوس بطل امريكا الجنوبيه مين هيكون، لسه ما يحسم، لكن يعني في يعني مقروءه يعني بس هو يعني الامر الجاي لو ربنا قدر ان شاء الله والاهلي تجاوز ابوه فرصه إن ممكن يتجاوز بطل امريكا الجنوبيه لو تجاوز اتحاد جده، لانه يوصل النهائي لاول مره في تاريخه ان شاء الله نهائي كاس العالم. اكل باب السماء ومفيش حاجه احلى من كده نختم بيها الدعوه الحلوه دي. نورت الدنيا كلها يا احمد، بنشكرك على وجودك معانا. نورتنا يا احمد، وبنشكر حضراتكم كمان على متابعتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله.